رئيس الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود، اهلا بك ومساء الخير سيدي. شكرا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ربما قبل ان نشرع معك، ربما ايضا معي اتصال مع الاخضر بن خلاف العضو المكتب الوطني جبهة العدالة والتنمية في البرلمان. اهلا بك ومساء الخير سيدي فاضل. اهلا وسهلا. ربما نبدا معك سيد بن خلاف، أنت بصفتك يعني نائب عن الشعب في البرلمان، هناك العديد من المواطنين لم يستحسنوا هذه الزيادات. نحن نعلم أنها في إطار رفع من الاقتصاد الوطني ومداخيل جديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لكن المواطن الجزائري لم يستحسن هذه الزيادات، خصيصا وأنها تواجه ربما بمقارنة لذلك هناك القدرة الشرائية للمواطن لا تكفي ولا تسمح لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة لأول مرة يعني أن عجز الميزانية في سنة 2016 سيمول من جيوب المواطنين، وكذلك سيمس القدرة الشرائية للمواطن مباشرة من خلال هذه الزيادات التي جاءت بها الحكومة في مشروعها لقانون المالية 2016. وأنت تتكلم فقط عن البنزين، سأبقى في نفس النقطة التي تتكلم عنها دون الكلام في مواضيع أخرى. نعم، كهرباء وماء وغيرها. نعم، مسج أمور أخرى. نعم. فللأسف الشديد لهذه المرة الميزانية أو العجز في الميزانية سمول من طرف جيوب المواطنين من خلال هذه الزيادات في الضريبة والرسوم إلى غير ذلك. ولكن المشكلة عندما يأتي الوزير، وزير المالية على الخصوص، ويتكلم عن هذه الأسعار والمشروع ما زال يعني يدرس على مستوى اللجنة، وهذا تدخل صريح في الفصل بين السلطات، بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، وكأنما ليس هناك برلمان، وهو يحدد الأسعار مباشرة سواء بالنسبة للبنزين أو الوقود العادي أو بدون رصاص إلى غير ذلك. فهذا مساس أولا بعمل النواب الذي نستنكره ونندد به ولا نقبل به، لأننا كنواب سنحاول بكل ما نستطيع. نعم. وبكل الوسائل القانونية المشروعة في إطار العمل النيابي. نعم. أن نرفض هذه الزيادات الغير مبررة. نعم. التي جاءت بناء على تسيير خاطئ لمدة. نعم. سنوات، وتسيير خاطئ كذلك للبحبوحة المالية. نعم. التي لم يستفد منها الشعب الجزائري، واليوم عندما جاءت المصيبة توزع على عموم الشعب الجزائري دون المساس بأصحاب المال إلى غير ذلك، لأن هذا قانون المالية لسنة 2016 نرى بأنه إملاءات لأصحاب المال وقرارات تعتبر إملاءات، وكذلك نرى فيه توجه السلطة باستبدال سلطة الثورة بسلطة الثروة للأسف الشديد. نعم. وعلى هذا الأساس تبقى هذه الزيادات ليس كما جاء في تقريركم تستفيد منها محطات البنزين، وإنما المستفيد منها هي الميزانية، وهي. نعم. السلطة القائمة، لأنها جاءت عن طريق رسوم وسترتفع لاتفيا. نعم. بالنسبة لهذه المواد ذات الاستهلاك الواسع. طيب سيد بن خلاف ابقى معي، يعني توجه إلى سؤال فقط إلى السيد حميد عيد عنصر رئيس الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود. ربما تابعت معي الآن تصريح لسيد بن خلاف النائب في البرلمان. ربما اليوم المواطن الجزائري يشتكي من هذه الزيادات، نتحدث عن زيادات في البنزين ولا نتحدث على غيرها بصفتك في الاختصاص، إذن تعليقك حول هذه الزيادات بالنسبة للبنزين. شكرا. تعليق تعالي الاتحاد، هنا استدعتوني كرئيس اتحاد مستثمرين ومالكي محطة الوقود. نعم. في اقتصاد في بلدنا في ميدان الوقود، السعر والهمش الربح إداري. نعم. الدولة هي اللي تحدد السعر، وهي اللي تحدد الهمش الربح. نعم. وفي محطة الوقود الهمش الربح مربوط مع السعر. إذا ما كاش وسيلة، إذا كان مش تمد تزيد الهمش الربح الميزانية تاع محطة البنزين، يا تروح تنحي من لي طاكس ولا تروح للبيدجي تاع لي طا، وهذا مستحيل في الأزمة اللي احنا عايشين فيها. نعم. وحنا طالبين من 2000، الآخر زيادة تاع الهمش الربح كانت في 2005. نعم. استرجعوا شويه 50 سنتيم في بعد احتجاج في 2013، مي بيبقى قليل. 2005 كان زادوا في السعر الوقود
ثم زادوا شويه في المشم من 2005 اليوم الى هذا السعر تاع الوقود ما تغيرش يعني تقريبا 10 سنين. انا مانيش ندافع يعني نقول لازم يزيدوا لازم يزيدوا، ولكن الغلطه بالك لو كان يعني زدنا تدريجيا، خاطر كي تشوف انت 5 دادانير في 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 المازوت على 10 سنين يساوي ابري 50 سنتيم في العام، ما زدناش 50 سنتيم كل عام، جات 10 سنين يساوي 5 دنانير، يعني 5 دنانير ماهيش على كل حال، مش على المواطن، المواطن البسيط يجي جهه 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 بزاف. وهي الهدف، الهدف يعني ماهوش يعني باش يضروا، الهدف يعني تاع الدوله قالت بلي باش نقصوا شويه من التبذير، من تبذير الوقود، يعني باش يكون استهلاك عقلاني. لكن احنا نشاط الاعتماد على التنقلات هي تعتمد على السيارات، نشاط تاعنا نشاط الهدف تاعنا هو هدف خدمه عموميه. شفتوا في المدار في الازمه هذه كنا واقفين، والحمد لله ما لقري لا كريز هذيك وقفنا وخدمنا ولحقنا الوقود، وزنا الوقود في الليل في النهار في الشتاء، ولكن احنا الشغل شال تاعنا هو هامش الربح، وهامش الربح مربوط هي ميزان، عندك الميزان سعر وميزان في محطه الوقود هامش الربح، وتزيد في السعر هاوي يهبط لك هامش الربح. واش يمد لك في اليد اليمنى يروح لك في اليد اليسرى، خاطر ما ننساوش بلي 2006 و2010 و2012 كان ازدياد مصاري في الاجور اللي حملتها المحطه بالهامش الربح تاع 2005، يعني كي لحقنا 2012 كان الهامش الربح تاع 2005 كان انخفض، باش ترجعنا هذيك شويه هذيك، بصح الدوله وعدونا قال لك حنا الوسيله اللي يعني السهله كي نزيدوا في الاسعار في تركيب السعر، تركيب السعر فيه لي طاكس فيه الاخر فيه الهامش الربح، تجي يعني سهوله للدوله باش تراجع الهامش الربح. حنا المطلب تاعنا هذا هو المطلب، باش يكون الاستثمار دوك ما يكونش يعني هامش الربح، يكون يعني بعقلان، يكونش غدوه مع الطرقات الجديد هذو اللي دايرينهم، يكون الاستثمار في محطه الوقود. ولا ناقصين بزاف ماشي محطه الوقود، مع البرامج هذا تاع الطرق الجديده والطرق السريعه الجديده اللي جاي، لازم يكون استثمار في محطه الوقود. ولا كان الواحد يقول لك الهامش الربح قليل ما يراش الاستثمار هذا. هنا طالبين احنا المحطه باش يكون توازن اقتصادي تاع محطه الوقود، يزيدوا في السعر يزيدوا في الهامش الربح، خاطر ما كان وسيله الهامش الربح، ما تنجمش تخفض في لي تاكس ولا تخفض في تروح البيجي ثلاثه، مستحيل في لاكريز. لان سيدي الفاضل هناك يعني كما علق بعض المواطنين قالوا بان الجزائر بلد بترول، تراجع في اسعار البترول قابله ارتفاع في البنزين، يعني شيء غير معقول. هو الرئيس الوزير المالي يتكلم على وقودين، كان المازوت والسوبر، ما تكلمش على لكن الان يعني جل السيارات يعني البنزين المستعمل هو مازوت، يعني بالنسبه للنقل الحضري والنقل العمومي حتى للسيارات الان هي مازوت. مازوت لان سعر المازوت كان رخيص، ريت لا تاع الماء هو غالي على ريت لا تاع المازوت، يعني كان رخيص بزاف على كل حال، ما نجموش نقولوا رخيص دروك، يعني ما كي تلحق 19 دينار كي دير 10 3 في السيارة تجيك في تجيك مثلك 200 دينار تقدر تمشي بها، قول له 100 ولا 100 شنو، هذه ما يهمش المواطن، يقول لك بلاد بترول يعني سي نورمال، يقول لك ما يكونش جديد. في بلادنا اللي كان الوقود ازدادوا في التسعينات، كان المازوت كان يدير في 92 دينار و20، الحق حتى ال 10 دنانير 11 دينار 12 دينار، كانت الأزمة تاع الاقتصادية في 94 و 95 كنا مضطربين مع الأفهمي، الأسعار تراجعوا، ماهيش يعني حاجة جديدة، الأسعار تراجعوا في كل زمان في 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 في, في بلادنا. طيب نعود إلى السيد بن خلاف فقط ثم نعود إليك. سيد بن خلاف هل أنت معي؟ نعم. سيد بن خلاف ربما تابعت معي أن ما صرح به السيد حميد آيت عنصر رئيس الاتحاد الوطني لمالكي المحطات والخدمات وأيضا للوقود، ربما هل الجزائر ربما برفع في سعر البنزين ربما ستقضي ولو شيء بالقليل أو شيء القليل على الأزمة الاقتصادية التي نواجهها الآن؟ هو هناك توضيح فقط، أن الزيادات مست جميع أنواع الوقود في قانون المالية لسنة 2016، وهو فعلا المحطات لا تستفيد من هذه الزيادات،
فهي تستفيد من هامش الربح كما أشار الأخ الكريم. نعم. وهذه المرة زيادات هي في الرسوم والضرائب وليس في هامش الربح، بل أكثر من هذا، هامش الربح للمحطات سينخفض بسبب هذه الزيادات في الرسوم والضرائب. ثم لابد أن نعلم بأن نحن في أزمة اقتصادية حقيقية من خلال انخفاض الدينار وانخفاض سعر المحروقات وتآكل احتياطي الصرف وتآكل كذلك صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف الذي لا يكفينا إلا ل 19 شهر فقط من استيراد قوت للجزائريين. وأظن أن الحل ليس في التقشف أو في رفع هذه التسعيرات المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ولكن الحل في حسن التدبير واستغلال ما عندنا من في صندوق ضبط الإيرادات وما عندنا من احتياطي الصرف وما عندنا كذلك في الصناديق الخاصة التي عددها حوالي 57 صندوق. نعم. في حوالي 170 مليار دولار. نعم. فقبل أن نذهب إلى جيب المواطن ونذهب إلى التقشف، فعندنا حلول يمكن أن ننهض بها بالاقتصاد الوطني ليس للجزائر فقط ولكن لقارة إفريقيا بكاملها. ومن ثم للأسف نحن نذهب دائما للحلول البسيطة ونذهب دائما إلى جيب المواطن الذي للأسف عندما تأتي البحبوحة المالية لا تمسه، ولكن عندما تأتي الأزمة تمس جميع المواطنين. طيب سؤال أخير سيد بخلاف، سؤال أخير فقط. اسمح لي. نعم. الأكثر من هذا هناك مغالطات حتى من طرف وزير المالية يقول لك بالنسبة للكهرباء أن هذه التسعيرة والزيادة لا تمس إلا 30%. لا العكس، فهي تمس حوالي 70 أو 80%. يستثنى من هذا يعني نسبة قليلة تقدر ب 20 أو 25%. نعم. فهو قد أخلط الأرقام ولم يعطي الأرقام الصحيحة، ولكن جاء الوقت اليوم كي نصارح الشعب الجزائري ونقول له الحقيقة بأننا في أزمة اقتصادية حقيقية ولابد أن نشمر على سواعدنا كي ننهض بالاقتصاد الوطني ونجد ونهتم بالطاقات المتجددة. نعم. ونهتم بما لم نهتم به منذ الاستقلال ومنذ البحبوحة المالية. طيب سؤال أخير فقط وبسرعة سيد بن خلاف، القانون المالية التكميلي وقانون المالية لسنة 2016 ربما جاء ليصحح بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال قانون المالية 2015، إلا أن المواطن الجزائري وحتى البرلمانيين تفاجأوا ربما بقوانين جديدة لا تخدم المواطن الجزائري. المشكلة للأسف رغم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والتي بدأت تقريبا منذ أكثر من سنة، نحن لم نضع القوانين المالية المناسبة. فقانون المالية لسنة 2015 كان من أضخم الميزانيات منذ الاستقلال ونحن نعيش الأزمة. اليوم نستطيع أن نقول أن هذا قانون المالية 2016 من أخطر القوانين منذ الاستقلال. لماذا؟ لأنه بيّن بوضوح استراتيجية الحكومة في استبدال سلطة الثورة بسلطة الثروة، وهذا بالذهاب مباشرة إلى جيب المواطن وإلى المواطن المنهك بتسعيرة المواد ذات الاستهلاك الواسع. واليوم القدرة الشرائية قد مست في عمقها ونذهب إليه ونأخذ منه هذه الزيادات في الأسعار. وعلى هذا الأساس في نظرنا الحل ليس هذا الحل، بل لابد أن نضع قوانين مالية بكل عقلانية وبما نعيشه من أزمة اقتصادية حقيقية. نعم. ومن سنوات عجاف سنعيشها في السنوات القادمة لا قدر الله. وهو كذلك الأخضر بن خلاف عضو المكتب الوطني لشبهة العدالة والتنمية في البرلمان، شكرا جزيلا لك. أشكركم كذلك. شكرا. إذن ربما تدخل عندك سيد حمد. نعم، نفكر بإحنا نشاطنا نشاط يعني خدمة عمومية ونشاطنا تاع الخدمات. وفي القانون التكميلي تاع 2015 احنا نشاطنا ضرونا في 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 الضرائب، دارونا لي بي اس 26%، دارونا في نشاط البيع والشراء. وحنا النشاط تاع المحطة الوقود هي نشاط الخدمات. وفي الاقتصاد لأن في أوروبا الدولة تعطي أهمية كبيرة للنشاط على الخدمات، هي اللي تخلق ثورة، هي اللي تخلق مناصب شغل. نعم. هل تعتقد أن ربما محطات الخدمات والوقود هي ضحية للقرارات المتخذة من طرف الحكومة؟ قرارات القانون التكميلي. نعم. في 2015 راح ضحية،
دارونا في 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 سياق تاع البيع والشراء، وحنا ماشي ما نجيبوش الوقود نحطوه نبيعوه، نديروه في الخزان. الخزان لازم له خدام، لازم له بومبيت، ولازم له محطه، لازم في في وسائل تقديم خدمه. هي محطه الخدمات ماشي ماشي محطه بيع وشراء. وفي الوزاره الماليه دارونا في الكلاسمون تاع بيع وشراء، ودارونا في 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 الضرائب تاع لي بي اس، واللي دارونا في في باش نخلصوا 26%. ما كاش داروا تخفيضات للسياحه ولي ترافو بوبليك والنشاط الاخرين، خفضوا لهم في فلاطاف والاخر. حنا النشاط تاعنا زادونا 1% في لي بي اس. وهذا النشاط هذا ما كانش يكون يعني كوراج يعني الدوله باش تمد الهمش الربح وتعطي له اهميه كبيره، ما كانش يروح الاستثمار تاع محطه الاستثمار تاع محطه وقود بالعقار والوسائل الاخر ثمن كبير. اذا ما كانش همش الربح اللي يدير يعني واحد يدير حسابات فيهم، ما يروحش للاستثمار. والمحطات الواجده اللي راهم ذوك الصغار هذوك محطات كيما هنا في العاصمه، محطات صغار نعم. ما يبيعوش بزاف، ما ينجموش، عندهم خزانات صغار. يبيع مثلا عنده خزان تاع 50 سنه يبيع 10000 ريال. ولا طيب سؤال اخير فقط، هم يغلقوا يحبسوا، ماشي يغلقوا يعني باش يديروا يضروا المواطن ولا نعم. اقتصاديا يغلقوا غلق اقتصادي، احنا نسميوه غلق اقتصادي. دوك انت المول حانوت النهار يجيبوا له الحليب تاع 25 دينار في نعم. الاخر وشوف باللي ما يخرجش عليه، ولا يجيبوا له الساشيات هذوك ماشي الاخر ما يبيعوش، ولكن الحانوت يبقى مفتوح. سيد حامد، سؤال اخير فقط، سؤال اخير فقط. في السابق ذكرت ان عدد المحطات غير كبير بالنسبه لان الجزائر هي مورد للبترول وهو تستخرج البترول، الا ان المحطات الجزائريه للخدمات والوقود غير متوفره بشكل كبير. هل تعتبر ان الضرائب المفروضه على محطات الوقود والخدمات سبب في عدم توفر هذه المحطات؟ هو سبب، ماشي سبب واحد، سبب يعني رئيسي. رئيسي يكون احنا المحطات يعني كل شيء يعني بشفافيه تامه. اذا كانت تشري الوقود على الدوله كاين فاتوره، كل شيء مكتشف، ماهيش عندي الضرائب. ما ينجمش يعني واحد اللي يشتغل محطه الوقود يهرب على الضرائب ولا حاجه. كل شيء بشفافيه، ويقدموا خدمات صعاب. كنت الخدام اللي يخدم في الليل مثلا واجب عليه المحطه باش يخدم في الليل، الاجور تاع الخدام تاع الليل ماشي كي الاجور تاع النهار. وفي الشتاء مثلا في فصل الشتاء على الخمسه تاع العشيه سته تشعل الكهرباء وتكون النشاط قليل، هاو المصاريف يزداد. هذو كاع الوسائل اللي لازم ناخذهم كاع بالاعتبار، يكون التواصل. احنا عندنا اعتماد وعندنا نقابه، ماذا بين السلطات قبل ما ياخذوا قرارات تهم النشاط تاع محطه الوقود يتصلوا بالاتحاد تاعنا. رانا 20 سنه الحمد لله في الميدان، ويتصلوا بنا باش ناخذوا الاجراءات اللازمه، نعطوا لهم المعلومات تاع تاع التيران تاع الميدان قبل ما ياخذوا قرارات اي نعم قبل اللي تهم النشاط تاعنا، ماشي يديروا قرارات في المكاتب في الوزاره ومن بعد كيسبحوا على غلطات نعودوا ثاني الاتجاه. احنا كتبنا وزير الطاقه والوزير الاول على ولا ردوا بالكم بلي احنا كان غادي نزيدوا الاسعار، وماذا بكم ما تنساوش الهمش الربح. يعني احنا خذينا الاحتياطات، ما قعدناش حتى لجونفي باش خذينا الاحتياطات مع السلطات المعنيه اللي تم بالنشاط توزيع الوقود. وهو كذلك سيد حميد ايت عنصر رئيس الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود، شكرا جزيلا لك. شكرا. اذا لا